النواس الجريم لو لم ترتكب الافعال ضد المغرب اليوم المعتقل فيه في اعلان صحفي احنا هاد الندوه الصحفيه تنظموها اساسا باش نوضحوا واحد العديد الامور ومغالطات اللي تم تداولها في الاونه الاخيره خاصة بعد صدور الحكم. حقيقة هذا الحكم كاين اللي رضاه كاين اللي ما رضاهش، وكل واحد عبر بطريقته وبالشكل اللي كيشوف، ومع احترامي لكل الآراء أنا يعني إلى جانب زملائي قررنا باش نديروا هذه الندوة باش نقولوا للرأي العام الوطني والدولي على أن هذه القضية هذه هي ماشي قضية ديالتنا احنا بوحدنا، هي قضية ديال المجتمع، قضية المرأة هي قضية مجتمع، وهذه القضية ديال الاتجار بالبشر التي أراد البعض أن يبخسها، استغلال المشغلات التي أراد البعض أن يقف موقفا لا حقوقيا تجاهه، يعني قررنا باش ننظموا هذه الندوة باش نوضع حد لهذا اللغط قوة الكلام اللي تقال، وكاين اللي اعتبر كاع ان هذا الحكم اللي صدر في حق بوعشرين كيرجعنا لسنوات الرصاص. سنوات الرصاص لا علاقة لها بالجو العام الذي يعيشه المغرب اليوم، مغرب الانصاف، مغرب المصالحة. المغرب اليوم المعتقل فيه ليس معتقلا للرأي. المغرب اليوم المعتقل فيه ماشي داز في درب مولاي الشريف، معتقل للمغرب اليوم المعتقل فيه في اعلان صحفي، ولم يعتقل في خاليه او تنظيم سري او كتب شعارات او دار اضراب عن الطعام. وانا كنعتقد ان الكلام ديالي معروف لمن كيتوجه، لن اتحدث عن المواقف ديال السياسيين، انا اتحدث عن هامات حقوقيه ونقباء وكن لهم الاحترام والتقدير اعتبروا على ان هذا الحكم كيرجعنا لسنوات الرصاص، والحال انه الحكم عادي بل اقل من عادي، ولم يرقنا لانهم لم يرقى الى مستوى الافعال والاجرام الذي اقترفه بوعشرين في حق هؤلاء النساء. وهي كذلك مناسبة لان نشكر كل وسائل الاعلام وكل المنظمات الحقوقية التي ساندتنا، وإلى كل الشخصيات التي دعمت قضية هؤلاء النساء ضحايا العنف. ولنقول كذلك من خلال هذه الندوة على أننا قررنا أن نطعن في هذا الحكم بالنقد، وأن نتوجه إلى محكمة النقد لإعادة الاعتبار لهذه القضية من عدة زوايا. باقي النقاط سنعمل على تسليطها أثناء الندوة، خاصة أن هذا الملف من أقوى لحظاته بالنسبة إلي. ثلاث أشياء: حضور المشتكيات شخصيا، وحتى اللواتي لم يتنصب لك مطالبات بالحق المدني في المرحلة الابتدائية، واللحظة الثانية الخبرة التي أمرت بها المحكمة الابتدائية وأكدت صحة المحجوز الذي ضبط بمكتبه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واللحظة القوية في نظري على مستوى درجة محكمة الاستئناف هي الرسالة التي بعث بها الفريق الأممي للنساء، والتي يقدم فيها الاعتذار ويعتبر على أن هذه الأفعال هي أفعال مشينة، وأن الفريق الأممي له ثقة في القضاء وفي المحاكمة، له رأي في الاعتقال، والرأي هو ذاك تم اتخاذه في ظروف وملابسات مغلوطة لم يتم توضيح الأمور. واللحظة الأخيرة القوية بالنسبة إلي والتي أثلجت صدري هي أنه الحكم ألغى
فيما قضى به الحكم الابتدائي من براءة فيما يتعلق بجرائم الاتجار البشر بالنسبة للبعض، وأكدها، وهو دليل قاطع على ثبوت أفعال إجرامية معاقب عليها بالقانون الجنائي وليست من صلب الأفعال التي كان يؤتوها المناضلون ديال سنوات الرصاص أو محاكمة سنوات الرصاص، كانت مرتبطة بالنضال من أجل الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون وسيادة حقوق الإنسان، لم تكن مرتبطة بالأمور الجنسية واستغلال المرأة، بل سنوات الرصاص ومناضلي سنوات الرصاص وأسرة الأسر النضالية والهيئات السياسية مختلف التعبيرات التي عاشت مرحلة سنوات الرصاص اعتقلت من أجل المرأة وقيم المرأة، لم تعتقل من أجل استغلالها أو كذا، حتى نقارن ذلك الوضع بهذا الوضع وشتان بين هذا وذاك، وهذا هو السبب في تسليط هذا الضوء. كما أننا نريد أن نؤكد كذلك من خلال هذا الندوة إلى المنتظم الدولي على أن السيد توفيق بوعشرين معتقل عن أجل قضية ترتبط باستغلال جنسي، وقد حصلت القناعة لدى محكمة الاستئناف، وأننا سنقوم بالطعن بالنقل القضية. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.